تعالوا خلنا نسوي مقارنة سريعة لكل شيء تعلمناه عن نماذج الاتصال، ونختم الجزء اللي عندنا كان نتكلم فيه عن ما نسميها نماذج الاتصال. لو أخذنا نماذج الاتصال بشكل سريع جدا وسوينا مقارنة ما بينها، للتذكير فقط، نموذج أرسطو كان عبارة عن نموذج خطي، المتحدث ينشئ رسالة تستهدف إقناع المستمعين. عامل أساسية فيه كان المصدر والرسالة، المتلقي كان فيها سلبي، هي اتجاه واحد. نموذج لاسويل، المتحدث يكون فيه رسالات ويختار القناة ويأتي بسلسلة من التأثيرات على المستمعين، وكان فيه مصدر ورسالة وقناة وكان أيضا اتجاه واحد. نموذج شانون ويفر، كان المصدر يحول الرسالة إلى رموز يرسلها بقناة إلى المتلقي أو المستقبل، وكان المصدر والرسالة والضوضاء فيها تأثير، تعتبر عوامل أساسية، وكان أيضا اتجاه واحد مع وجود تغذية راجعة. نموذج شارم الأول، كان المصدر يحول الرسالة لرموز في قناة من قناة يرسلها للمتلقي والمستقبل، وكان عندنا تركيز على المصدر وكان عندنا تركيز على الرسالة وكانت أيضا اتجاه واحد. نموذج شارم الثاني كان فيها المصدر يحول الرسالة ويحاول يتقارب مع المتلقي، ولكن كان فيها مصدر ورسالة ومستقبل وكانت أيضا اتجاه واحد. نموذج شارم الثالث كان فيها عبارة عن نموذج حلقي، وكان أول مرة يظهر معنا النماذج الحلقية، ويحول فيها الرسالة إلى رموز ويرسلها لمعلومات القناة للشخص الآخر، ثم يتلقاها الشخص كمصدر رسالة ويقوم بعملية تحويلها من خلال نموذج دائري. النموذج نموذج عندنا نموذج كارتز ولاسفيرز، هذا النموذج عبارة عن السينات وعمليتها في الاتصال. هذا النموذج كان مصدر يحول رسالة إلى رموز ومعلومات بواسطة وسيلة اتصال جماهيرية لقناة رأي، تؤدي إلى عملية إيصال الفكرة لهم، وكان في عندنا في تركيز على القناة والرسالة والمستقبل وقائد الرأي واتجاه المعلومات، وكان أيضا فيها اتجاه واحد وعن طريق وسيط. أيضا في عندنا نموذج آخر هو نموذج ويستري ومكلين، هذا كان نموذج اتصال جماهيري، كان مصدر يختار ويحول الرسائل إلى الرموز ويرسل المعلومات في شكل محسن للمتلقي وبالتالي تصل رسالة لي، وكان فيه من عوامل الأساسية المستقبل والمعنى والتغذية الراجعة، وكان هو اتجاه دائري لكنه بواسطة التغذية الراجعة يتم عملية العودة. عندنا كان نموذج آخر هو نموذج بيرلو، وكان أول ظهور لما نسميه عوامل التركيز كثير على عوامل الاتصال، المصدر يحول رسالة للرموز يرسلها للقناة المتلقي والمستقبل، وكان فيها عوامل أساسية المصدر والمستقبل والمعنى والعملية، وهذا كان اتجاه واحد. أيضا نموذج عندنا نموذج نيكولب، هذا تحدثنا فيه عن عملية التقارب، وكان فيه استجابة الأفراد لرسائلهم متبادلة تتوقف على اتجاهاتهم نحو الموضوع واتجاهاتهم حول بعضهم بعض، وبالتالي كان عندنا المعنى والمستقبل تركيز عليه، وكان اتجاهي ثلاثي مثلث على شكل مثلث. أيضا عندنا نموذج دنس الراقص، وهو كان نموذج يتكلم عن أنه الناس يحولون رسائلهم إلى رموز يفككونها بناء على خبرات اتصالية السابقة الموجودة عندهم، وكانت فيها دخلت معنا فيها العملية ودخل معنا فيها الزمن، وكان اتجاه حلزوني لولبي. نموذج آخر نموذج عندنا What is like، هذا النموذج ركز فيه على تبادل الأفراد الرسائل بالسلوك، ودخل معنا فيه السكودراما، دخل فيه معنا الاتصال، دخل فيه معنا الترقيم عملية التواصل، وكان فيه مستقبل ومعنى وعملية وما وراء الاتصال، ودخلنا فيه افتراضات، وكان له اتجاهين. النموذج أيضا نموذج روجرز وكريت، هذا النموذج كان فيه عبارة عن تقارب المجموعات التواصل، واعتبر كان هذا أحدث نموذج في التواصل، كان فيه أفراد يتصلون بعضهم من خلال شبكات تسمى شبكات تواصل متبادلة، دخل فينا معنا فيه الشبكات الاجتماعية وإعلام وزمن، وفيه اتجاه واتجاه لولبي. آخر نموذج كان التواصل التموضعي، دخلنا فيه مسافات الزمان مكانية. كانت هذه نماذج الاتصال بتطورها واللي ما زالت موجودة حتى اليوم معنا نتعايش معها ونتفاعل معها، حبينا نتعرف عليها بشكل كبير جدا وحبينا نتفاعل معها.